بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. النهارده بقى قلت اقوم بدري شويه كده وخليني في حاله نشاط، عشان النهارده عندي تخزين الثوم، فانتوا عارفين ان ده اوان الثوم وكده، فخليكم بقى معايا عشان نمشي واحده واحده ونشوف الطريقه، وان انتي تعرفي تخزني طول السنه عندك. ويلا بينا نشوفوا هنعمله ايه. هنا يا جماعة جبنا التوم اهوت، التوم دوت ابيض، هو دوت اللي بيخزنوه في الفريزر. فتحاولي تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، بقى عايزة 5 كيلو 10 كيلو، بحيث ان هي تكفيك السنة كلها. فبتجيبي اهوت توم ابيض، طبعا بيبقى فيه ايه الحتة الخضرة دي من تحت. فبصراحة انا نايمة من بدري النهاردة ان انا اعمله، فبقالي حوالي ساعة او ساعتين عمال اعمل يعني، فقلت عشان موريكوش المنظر، كان بصراحة منظر محدش يستحمله يعني. فهنا جبنا التوم اهوت، اوريكي بقى عملت ايه يعني، مش واحدة واحدة الاول، بس انا اوريكي يعني. هو دوت اللي اتفصص، فصصناه لان هو دوت اللي هيتفرم. نمشي بقى واحدة واحدة كده معانا، المهم ان احنا مش هنرمي حاجة خالص منه، تحاولي ما ترميش اي حاجة لان كله هينفعك. طبعا بنشيل من هنا كده، من الجدر كده من تحت، نبتدي ننضف الراس كده. حاولي تطلعي القشرة اللي هي الخارجية ديت اللي فوق، وتقطعي بقى الحتة السمرة دي اللي هي فيها الطينة دوت، هتستعمليه برضو، مش ده مش هيترمى، ده هتعمليه توم باودر، يبقى برضه عندك، يبقى انت كده استغليتي التوم مسبتيش منه اي حاجه تترمى اهوت. انا حبايبي اهوت، انا قلت لكم ان انا قايمه من بدري، فهي التوم اهوت اللي انا عملته، اللي هو القشر اللي بره التوم نفسه اهوت، تقطعيه كده بس ما تاخديش الحته الناشفه اللي فيه خالص. هنبتدي دلوقتي يا جماعه نقمله مع بعض، تحاولي ما تاخديش الجزء اللي هو بره عشان بيبقى ناشف دوت. الحته ديت كده هتبتدي تاخديها عندك لانها طريه، حطيها هنا. التوم اهوت تاخدي فصوص التوم بس كده، والقشرة اللي بره ديت، حاجات البيضة ديت بتشيليها لانها تنفعك تاني في التوم البودر اللي احنا هنعمله. نقول ما نمشي واحدة واحدة كده عشان تشوفي الطريقة كده. اهوت الفصوص اهي، بتاخدي طبعا القشر دوت كده الابيض ده، ما ترموهوش، بتشيليه كده. اهوت يا جماعه، في هنا بقى في اخر التوم الحته الناشفه دي ما بتستعملهاش دي، لانها ناشفه طبعا ما تنفعش في انها تتطحن او تنفع توم بودر، ولا حاجه ديت بتبقى ناشفه جدا، فدي بتترمى. واو، دوت بقى اللي هو الاخضر ده اللي جوه، اللي هو الطري دوت ما بيترميش، تحط هنا كده عشان هنعمله مع بعض. ماشي يا حبايبي، شوية بقى كده وان شاء الله هخليكم معايا اما نكمل بس الكمية اللي عندي ديت اللي فاضلة، ونرجعوا سوا مع بعض تاني ونشوف هنعمله ايه. ورجعنا لكم تاني حبايبي، وعملنا هو فصصنا الطوم هو زي ما انتوا شايفين، حطيناه كده في الكبة بتاعة الخلاط اهيت. ماشي، هنبتدي بقى ايه نفرمه الرحيم.
طب ما انت عايزة بقى، عايزة خشن شوية، عايزة ناعم، حاجة ترجع لك بقى انت. طب نبتدي بقى نحطه هنا كده. هو بقى كده هتخزني السنة كلها من التوم دوت. نبتدي طبعا نجيب شوية ملح عندنا، نرشه عليه عشان الملح ده بيخليه يعيش معاكي في الفريزر. نقلب كده مع بعض. هتبقى عندك طول السنة ما تشيليش هم بقى توم ولا حاجة، تقدري تعملي بيه كل حاجة. يعني ملوخية عندك، بتنجان عايزة تحشيه، انا طبعا تعرفين بقى طلبات حاجة التوم كتيرة قوي بصراحة. هو فعلا صحي، وبعدين ده مضاد حيوي للجسم وكده، بيبقى كويس قوي. هنجيب هنا بقى كيسة اهي شفافة كويس من اللي هي الفاضية ديت، ونبتدي بقى نعبي فيها كده اهي. حسب الكمية بقى اللي انت عايزاها في الكيس، عايزة ياما عايزة شوية براحتك بقى. طبعا هتجيبيه بقى كده وتحاولي تبططيه، تحاولي تعمليه كده عشان كمان ما ياخدش مكان عندك في الفريزر. اهو تيجي تكني النص التاني الفاضي ده على ده كده، حاولي تطلعي منه الهواء، طلعي منه الهواء وتتكي جامد كده عشان الهواء يطلع معاكي. لو مش عايزاه ممكن تسيبيه على ما هو كده اهو كده، وممكن تكنيه تاني تانية كده تاني، وبرضه تطلعي تتكي كده جامد عشان يطلع الهواء منه. وده اخر شكل اهو يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، وخليكم بقى معايا عشان نكمل برضو التوم. يلا بقى قومي اعملي اشتراك في القناة وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا من قناتي انا وبنتي. خليكي بقى معايا عشان نكمل التوم وقشره، وهنشوف هنعمل بيه ايه. هنا حبايبي جبنا هو التوم القشر اللي احنا قلنا عليه اهو، شايف كل ده كده قشرناه، بس تحاولي زي ما قلت لك تاخدي اللي هي القشره الطريه اللي جوه، اللي بره ما ينفعش. ماشي، هنبتدي بقى هنا. جبنا صاج اهو بتاع الفرن، صاج بتاع فرن بوتاجاز. الاحسن لو عندك يا ريت صاج او مصفى فيها خروم سمره، بحيث الخروم ديت بتدخل الحراره اكتر. مفيش خلاص، يبقى هو تجيبي صاج زي اللي انت شايفاه معايا ده. هتبتدي بقى تنزلي التوم كله كده، تفرجي بقى كده في الصاج بحاله. تحاولي تفرجي كله كده ماشي يا جماعة. هنيجي بقى نولع الفرن ونسيبه، نولعه ونخليه على نار هادية بحيث ان ياخد راحته بقى في التحمير. وبقى بس تخلي بالك منه كده، في كل شوية تبصي عليه عشان برضه ما يلقطش معاكي ويتحرق او اي حاجة. فتحاولي تخليه متحمر كده وتحسي انه ناشف كده معاكي وحلو، بس المهم ما يلقطش النار بتاعته من البوتاجاز وكده عشان يبقى معاكي متحمص وحلو. خليكم بقى معايا اما ندخل الفرن ونولعه على نار هادية ونرجع مع بعض تاني. وبكده حبايبي يكون خلصنا وقت الثوم.
القشر بتاعه دخلناه الفرن زي ما انتوا شايفين كده، ونشف خالص اهو، ومسمعين القرمشة بتاعته اهو. هنبتدي بقى نطحنه دلوقتي مع بعض ونشوفوا ايه بقى اللي هيحصل فيه، ويلا بينا اما نشوفوا ايه. يا جماعة نبتدي بقى نطحنها كده مع بعض. كده بقى توم باودر اهوت معاكي اهو، يعني مش هتحتاجي تشتري حاجة من بره، ولا توم باودر ولا التوم اهوت. كده يا جماعة نكون خلصنا تفريزات التوم النهاردة. التوم معانا اهوت عملناه فرزناه في الفريزر، وهنا توم الباودر اهوت، وبرضه تشيليه في الفريزر في اكياس على قد احتياجاتك. يا رب بقى تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، كل سنة وانتم طيبين وعبال كل سنة يا رب عليكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب، وعشان يوصل لكم كل جديد مننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.